وين بدك تروح؟ على فوق. تقدر تشيلهن لحالك هدول؟ بقدر. هذا الطفل سيصعد إلى أعلى، إلى خيمته. رومان، الصعود هنا صعب جدا حقيقة ومتعب جدا، لكن سيحمله الطفل. وصلت الخيمة ولا لسه؟ لسه. وين خيمتك؟ تحت. كمان تحت؟ تحت. كيف تحت؟ تمشي من الشارع وتمشي كمان للشارع؟ طب أساعدك في قلن؟ هات هذا. يلا. ستظل الصورة تتجول مع هذا الطفل وصولا إلى خيمته. لنرصد لكم عبر الجزيرة مباشرة المعاناة التي يعيشها الأطفال هنا. تعبت؟ تعبت كثير. ايش عمرك انت؟ 8 سنين. كم من مره بتروح هيك؟ باليوم مرتين. يوم مرتين بتروح على البحر هيك وبترجع؟ وصلنا الخيمه ولا لسه؟ تحت من هنا. يلا تحت كثير. لوين يعني؟ مشاهدينا الكرام، سيسير الطفل مسافة تزيد عن كيلومتر من هذه النقطة. في مشهد يعيشه هذا الطفل كل يوم لمرتين. هذا الطفل الذي نزح من المناطق الشرقية لمدينة دير البلح تتواصل معاناته في ظل استمرار الحرب وعمليات التهجير التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي.